مشاهدينا اللحظة غادي نتعرفوا على أخبار السوق وتحديدا على واحدة من المواد الحيوية والمهمة جدا الموجودة على طاولة الإفطار الرمضاني مع إسلام عطار. السلام عليكم. إقبال كبير كيعرفوا هذه المحلات التجارية فمضان اللي كيبيعوا واحد المنتجات رمضانية 100%. اليوم نقوموا بواحد الزيارة لهم ونعرفوا الناس شنو كتفضل أنها تأخذ من هذه المحلات، وكذلك علاش الناس كتفضل على أنها تجي تشري هذا الشيء عوض على أنها تصوبه في الدار. قوموا معنا في جولة اليوم. كياخذوا كلشي، كلشي كيتمشى، كيتمشى الشباكيه، البريوات، المسمن، الكرواسا، كلشي كيتمشى، كلشي كيتباع. كنجيو كنتقداو الورقه ديال البسطيله، كنتقداو البغرير، لي با ديال البيتزا، كنتقداو الشباكيه بالنسبه للبطبوط صغير ديال 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 الشواد المائده ديال رمضان. تقريبا كاع الثمن الحمد لله مناسب هنايا، كل واحد كيجي يتغدى على قد جيبو. هذا ضروري كل عام خصنا ناخذ الورقه، صراحه كنفضل ناخذها على مدان صيفي ونضيع الوقت في الدار. كل عام كيف العاده بحال كاع الناس كتصيب، ضروري شهيوات بالورقه. على ما كان الكيلو نورمالمون 20 درهم، كنا كنتسناو يزيدوا علينا هذا العام، ما زادوا والو. نص كيلو 10، كيلو 20. دابا في الدار ما كتبغيش تصدق ليهم، ماشي بحال الا جاوا هنا بالزربه كياخذوها، فهمتيني؟ كاين البريوات ديال اللوز، ديال الكاوكاو، الشباكيه كبيره وصغيره. بالنسبه للاثمنه مناسبه للجميع، كاين البغرير ديال 6 دراهم، كاين 7 دراهم. جا ناخذ المسمن والمغرير وشويه ديال البريوات، وكاين اللي زيد درهم 10 دراهم في لابياس. المسمنه كانت بدرهم ولات ب 30، فهمتي؟ كانت ب 40 ولات ب 50، كانت ب 50 ولات ب 60.